الحام زهور جحور مسيادي بالله تنرجع مرادي ناس لكتوب هلو نشوف برهانك راني مزاوق في عراك راني مزاوق في الكريم راني مزاوق في الكريم وقاصد معروف الوالي العلا يا سيدي محمد جبل تقلت وعبيد الشيخ العماري واللي مخصوص بالدعاء كذي يقصد الأخوات والخمر طائب أخضرتنا وحد النهار أخضرتنا وحد النهار.
تقبل شرطانا قالوا لي تقبل شرطانا والشرط غالي والشرط غالي تصبر على هذا الحالة تصبر على هذا الحالة طول الليالي طول الليالي نبغى يتعنى ويكون منا قصدت باب الرجاء والنا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ولا جلد يا مشوار دخل
سلطاني وانت سلطاني وابناء دباب العيال قاصد في بالي سرنا قاصد في بالي لو قلبنا بالسيل بالحيل وطاني وعبي قصور شايدا وانا يا مالي سيدنا وانا يا مالي لالا يا مولاتي لالا العظيم لا نسيحنا يا رسول الله خير الرباني سيدنا خير الرباني
الطبيب بذكره يتداوى كل سقم فأتني نعم الطبيب. الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي طلعت شمس من أحب إليه مباركة مشرقة بأنوار ربها متجلية بالجمال ومتجلية بالقلوب المتفتحة التي حضرت معنا في هذه الصمر. ونحن في هذه الأيام وفي أرض طيبة مباركة في أرض وضعت لبنتها على تقوى من الله من طرف مؤسسها المولى إدريس الأزهر الأنور، فمرحبا بكم جميعا في هذا الحفل المبارك التي نتمنى على الله تعالى أن يروقكم وأن نكون عند حسن ظنكم جميعا. ونحن دائما مشتاقون ومتشوقون لكم، ونقول ما قاله الشاعر رحمه الله حيث قال: أحب لقى الأحباب في كل ساعة لأن لقى الأحباب فيه المنافع، ويا قرة العينان تالله إنني على عهدكم باقي وفي الوصل طامع، إذا نهجت عيني لفقد مقامكم أبيت صاهرا والنجوم طوالع، لقد نبتت في القلب عنكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرم المولى لموسى المراضع. فنقول لكم سلام عليكم، شرف الله قدركم، ودامت عليكم نعمة وسرورها. سلام عليكم لا تقولوا نسينكم وأكبدنا من وحشكم تتقطع، فمن الزاوية الشرقاوية إلى رحاب المولى إدريس، إلى رحاب العارف بالله ابن مؤسس الدولة الإدريسية رضي الله عنه وأرضاه. ونحن قريبا سنلتقي إن شاء الله، وحفظ الله هذه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين
وصبت النبي الأمين والصاهر على مصلحة الإسلام والمسلمين سادس المحمدين ونجل ملوكنا الأشراف العلويين أبقاه الله ذخرا وعصمة وملاذا لأمته الوفية ليصون أمجادها ويحقق إسعادها ويقود خطواتها نحو التقدم والرقي والازدهار قرير العين بولي عهده الأمير مولاي الحسن وأن يشد عضده بشقيقه المولى الرشيد وبباقي أفراد أسرته الكريمة ويجعل المغرب في حصن الله وحصانته وفي حصانة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأمسيتكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله.